السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف ماروسي في دورة برنامج حفظني الثورة الجزائري. إذا نبدأ مع تواريخ 1954، واش راح نقول لكم؟ 3 زائد 6 كم يساوي؟ أغلبكم راح يقول لي 9، ولكن أنا راح نقول لكم 10. نبدلوا شوية رياضيات. الآن نروح نفهموا علاش تساوي 10. راكم تلاحظوا بلي العدد 10 مكون من رقمين، عندي الصفر والواحد. راح نبدي نحسب صفر واحد، بعد الواحد واش يكون عندي؟ اثنان. اثنان هذا راح نكتبه اون فاصل ثلاثة. علاش؟ لأن بعد الاثنان ثلاثة، هذه سهلة. بعد ثلاثة واش كاين؟ أربعة. الربعة راح نتعمد نكتبها واحد زائد ثلاثة، اللي هي تساوي أربعة. بعد الأربعة واش كاين؟ فوقها يعني خمسة. بعد الخمسة نورمالمو ستة، ولكن ستة هيك عندي ديجا، اسما نتجاوزها. بعد ستة سبعة. راكم تلاحظوا بلي السبعة والخمسة راها مع بعض، الواحد زائد ثلاثة كذلك راه رقمين مع بعض، ولكن هذيك الاثنان راه وحدها. شوفوا معايا راها مكتوبة اون فاصلها ثلاثة وفوقها ثلاثة، إذا ما علي إلا أن أضيف ثلاثة حتى تصبح 23. نعيد على السريع. الآن فهمتوا علاش ثلاثة زائد ستة يساوي 10 بين قوسين لحفظ التاريخ. إذا قلنا صفر واحد، بعد الواحد اثنان، بعد الاثنان ثلاثة نتعمد نكتبوها في نفس السطر، بعد ثلاثة أربعة كيف نكتبو أربعة اللي هي واحد زائد ثلاثة، علاش كتبناها على هذا الشكل حتى نقرأ 13. بعد الأربعة خمسة، بعد الخمسة ستة ديجا راها متواجدة، وبعد الستة سبعة. قلنا هذيك اثنين ما نخليوهاش وحدها، بما أن أون فاصل ثلاثة وفوقها ثلاثة يعني لازم نكتب ثلاثة قدام. إذا أول تاريخ ولا هادو تواريخ 1954 تهنينا منهم، عندي هنايا خمس تواريخ. أول تاريخ اللي هو 7/5، دائما كي نشوف رقم فيه دائرة يعني عبارة عن شهر، يعني هنا 7 ماي. ثاني تاريخ اللي هو 13/3 يعني 13 مارس، هذا 13/3 هو البداية و 7/5 النهاية، دوك من بعد نشوفوا البداية والنهاية تاع واش. الآن هذيك 23 راح تروح مع 3 وتروح مع 6 وتروح مع 10، إذا راح تكون عندي 23/3 حيث 3 هذا شهر، 23/6 يعني كرابع تاريخ، وخامس تاريخ اللي هو 23/10. الآن واش راح نقول لكم؟ الوحدة والعمل لموا 22/1 باش يأسوا جبهة، ولكن جاوهم 6، كي جاوهم 6 داروا معركة سموها ديان. هذه ما عندها حتى معنى، فقط باش تعاونني نعقل على الترتيب تاع الاحداث، يعني القصه ما عندها حتى معنى. قلنا الوحده والعمل لموا 22/1 باش ياسوا جبهه، ولكن جاوهم غير 6، من داك جاوهم 6 داروا معركه سموها ديان. اكو تلاحظوا باللي خلينا نشوفوا هذيك اولا اللي هو انشاء اللجنه الثوريه للوحده والعمل، اجتماع 22 لجنة 22، تأسيس جبهة التحرير الوطني واجتماع الستة. هذا تأسيس جبهة التحرير الوطني واجتماع الستة الثاني عندهم نفس التاريخ، وأخيرا معركة ديان بيانفو التي حدثت في الهند الصينية بقيادة الجنرال جيار، دوك تشوفوها إن شاء الله في الفصل الثالث. إذا قلنا بما أن المعركة عندها بداية ونهاية، بداية تاعها هي أصغر تاريخ اللي هو 13/3 والنهاية 7/5. الآن ركزوا لي مع هذيك 23 اللي قلنا تمشي مع الثلاثة اللي راه باللون الأبيض والأصفر والأحمر. أولا اللي راه بالأبيض اللي هي إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل في 23/3/1954، اجتماع لجنة 22 في 23/6/1954، وأخيرا هذوك زوج تواريخ عندهم نفس الأخر اللي هو 23/10/1954. هذه كانت كتواريخ 1954. الآن نروحو نفهمو واحد الأمر، نتخلصو من هذيك معركة ديان بيانفو، نخليو هاد التواريخ نتاعي تاع التحضير للثورة. ميصال الحاج كان من مؤيدي الاستقلال، أو كان يعرف بزعيم التيار الاستقلالي، يعني الاستقلال التام للجزائر، وهو اللي أسس حركة انتصار الحريات الديمقراطية. حنا نقولوا لها حاحي باش تجيني ساهلة. هذه حركة انتصار الحريات الديمقراطية كان عندها جناح عسكري اللي سموه المنظمة الخاصة OS. الآن واش علاقة هذا الأمر بالثورة؟
هاد حركة انتصار الحرية الديمقراطية بما أنه كان عندها اتجاه ثوري استقلالي صار فيها واحد الأزمة. هاد الأزمة مهمة، أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية. هاد الأزمة حدثت لثلاث أسباب مهمة. السبب الأول اللي هو اكتشاف المنظمة الخاصة في 1950. ثاني سبب نفي مصالي الحاج. إذن بما أن الحزب راه بدون رئيس حدث خلاف وصراع داخل الحزب أو ما سمي بأزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية. هذه الأزمة خلفت ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول اللي هو المصاليون. هذه المصاليون هم أنصار مصالي الحاج. وعندي التيار الثاني اللي هو المركزيون اللي هم أنصار اللجنة المركزية. ظهر بينهم طرف ثالث محايد اللي هم المحايدون أو الثوريون، وهذو كانوا من بقايا المنظمة الخاصة، شباب آمنوا بفكرة الكفاح المسلح. الآن هاد الثوريون أو ما يعرف ببقايا المنظمة الخاصة واش داروا؟ أنشأوا لجنة وسموها اللجنة الثورية للوحدة والعمل. ما الهدف نتاعهم كان هاد اللجنة التحضير للثورة كأول سبب. ثاني سبب كان توحيد صفوف المصاليين والمركزيين، كانوا حابين يوحدوهم مع بعض. تحولت فيما بعد إلى لجنة 22، يعني 22 فرد من أعضاء المنظمة الخاصة اجتمعوا وداروا اجتماع في 23/6/1954 في المدنية. واش داروا في هذا الاجتماع؟ خيروا باللي لازم الكفاح المسلح يكون الأسلوب نتاعنا، وأيضا حبوا يديروا واحد لجنة مصغرة اللي هي لجنة الستة. هذه لجنة الستة عندها زوج على الاجتماعات. الاجتماع الأول كان في 10 أكتوبر. هذا الاجتماع الأول هم اللي قرروا فيه أنهم يقسموا الجزائر إلى 5 ولايات عسكرية. أما الاجتماع الثاني اللي احنا رانا دايرينه في 23/10، أسوا فيه جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري جيش التحرير الوطني، حدوا فيه تاريخ اندلاع الثورة وأيضا الخطط وتعيين الأهداف المعينة بالهجوم. هذه كان باختصار التحضير للثورة واندلاع الثورة. كان معكم يوسف ماروسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.